صباح الخير. يا جمعة يا جمعة فندي. حمد ساعة. خير يا عم سعد؟ ايه؟ درست القضية؟ والله انا درست القضية ولقيت ان هي ممكن تنجح وتاخد تعويض كويس. عارف لو نجحت ليك الحلاوة يا جمعة. من فضلك. الاستاذ جمعة وكيل محامي. استاذ جمعة، المهم كلمتلي الاستاذ المحامي اللي انت بتشتغل عنده عشان يرفع لي القضية. شوية شوية يا عم سعد، انا قلت لك ان انا درست القضية. عامة انا هسأل الاستاذ ازاي نثبت انها اصابة عمل. امتى يا جمعة فندي؟ شوية شوية يا عم سعد، احنا عندنا قضايا كتير، عندنا في اسكندرية وعندنا في طنطا وفي دمنهور. ربنا يقويك يا جمعة. ما قلنا الأستاذ جمعة يا عم سعد. الله معلش زلت لساني يا أستاذ جمعة. عموما يا عم سعد انتظرني بكرة إن شاء الله وهقول لك على ميعاد المحامي. ماشي ماشي. سلام يا عم سعد. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. الحمد لله خلاص ياما ركبت. الله ايه يا زينب وانتي زي لحقتي؟ معلش ياما عشان بس الحق الشغل. يا بنت رايحه فين؟ رايحه شغل يا بابا. طب خلي بالك من الطريق. حاضر. امشي على الرصيف. حاضر. مع السلامه. مع السلامه يا بابا. الله الاكل حلو قوي يا بابا. يا ابني كن نونو نونو. انت بتاكل في حته محلوله يا باي، ما بيبانش عليه الاكل، عامل زي القطط ياكلوا وينكروا. الله ما تسيب الواد ياكل. هيفضل ياكل كده طول نهاره وما يروحش شغله. بصراحة بقى يابا انا مش عايز اروح الشغل ده تاني مع المعلم اللي اسمه زينهم ده. معلش خليك مع زينهم لحد ما اشوف لك شغلانه تانيه. ياما قلت لك انتبه لمدرستك عشان تاخد شهاده زي اختك. ما سمعتش كلامي وكنت دايما بتهرب من المدرسه. لو المدرس كان كل يوم يمدني قدام العيال. ما هو بيمدك من خيبتك، امال كان هيمدك ليه؟ معجب برجليك؟ بدل ما تعيب عليه قوم دور على شغل بدل ما انت قاعد في البيت. قاعد في البيت يا ولية؟ حرام عليك، يبقى لي 40 سنة بشتغل لما تعبت. وبعدين حتى لو رحت أقدم في شغل جديد هيعملوا لي كشف طبي ويكتشفوا الضعف اللي في عينيا. قال طب ما تعتبرني يابا إن أنا على المعاش وقاعد معاك كده وهو بالمرة أسليك. قوم يلا قوم قوم روح شغلك. قوم على طاقتك. أديني قايم أهو. يلا روح شغلك. لا أروح ألاقيه جت له مصيبة. يا رمضان اعمل لك ياما شويه اتاخرنا على الناس. ما تقلقش معلم اهو اهو. ايه دنيا يا سلام يا معزوز. لو الواد جمعه ده صدق وكلم المحامي بتاعه ورفع لنا قضيه تعويض وكسبناها هتفرج علينا من واسع. اشمعنى يعني جمعه ده حتى سقط في التعليم. خبريه ولا هي؟ انت عارفه جمعه اللي انت مستهتره بيه ده رفع قضيه تعويض للوسطى بكري في الحادثه اللي حصلت له. جاب له تعويض 100,000 جنيه عن طريق المحامي اللي بيشتغل معاه. بكره نقعد على الحيطه ونسمع الزيطه. حيطه ايه وزيطه ايه؟ بطل الكلام الفاضي ده. طول عمرك وش نكد، عمري ما شفت معاك يوم كويس. شوف الراجل نكر جميل. مساء الخير يابا. مساء الخير ياما. ايه اتاخرت ليه يالا؟ الراجل المعفن ده. مين المعفن ده؟ هو في غيره اللي بشتغل معاه اللي اسمه المعلم زينهم. ليه يا ابني عمل لك ايه؟ بقالي 4 ساعات ياما بتحايل عليه يديني يوميات عشان اروح. يقول لي استنى شويه. ليه؟ اصل انا بوظت له بيع الدولاب ب 75 جنيه. ليه خايب بقى؟ لا يابا انا مش خايب. انا كل الحكايه الست كانت لسه هتشيل الدولاب وتدفع الفلوس. رحت انا قايلها خلي بالك الطرفه مكسوره. وانت مالك؟ الله يعني نضحك على الست ولا ايه يابا؟ ياما قلت لك يا ابني مالكش دعوه بالراجل ده. ما سمعتش كلامي. انت مالك انت تتدخل في اللي مالكش فيه ليه؟ بس لولا البت كيداه اهو كنت بتروح حته علقه. ايه عزوز انت بتقول حاجه؟ لا انا بس بسال يعني. هي زينب اختي فين؟ رجعت من شغلها تعبانه ودخلت تنام. طب نعم اختي هي وجوزها رمضان ما جوش النهارده زي كل يوم؟ لا ما جوش. طب انا جعان دلوقتي، انتوا طبخين ايه دلوقتي؟ كتكنيله بطني زي امك. انت
استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. مالك يا سي رمضان؟ مالك كده على الصبح؟ الراجل المعلم بتاعي ده هيجنني بالبخل بتاعه. يا سلام، هو انت اول مره تعرف ان هو بخيل؟ ايوه انا عارف، بس مش الدرجه دي. ربنا سبحانه وتعالى كان فارجها علينا قوي امبارح. اخر الليل قلت له شوف لي ورق ب 20 جنيه كده معاك، كمني يعني انا مزنوق وهردهم لك كمان يوم ولا اتنين. يقول لي ايه؟ ما معيش. ما هو طول عمره كده كده جلده وبخيل. ده قدام عيني، قدام عيني دول اهل الميت الاخراني مديله ورقه ب 100 جنيه، 100 جنيه بحلقه. لا حول ولا قوه الا بالله. هو ما عملش بيهم حاجه، ما اشتغلش، ما عملش بيهم حاجه. انا اللي عملت كل حاجه، انا اللي غسلت وكفنت ودفنت. ايه بقى يا سي رمضان؟ ما بلاش الكلام ده على الصبح. الله، ليه بس يا نعم حبيبتي؟ الموت علينا حق. كاس لازم نشربه كلنا. وبعدين قولي لي هنا، انتوا ايه حكايه عيلتكم بقى معانا بالظبط؟ يا اختي من ساعه ما اتجوزتك يعني ما شفتش حد عايز ينفعني ولا ينفع المعلم بتاعي. سي رمضان، قلت لك بلاش الكلام ده. المهم ادعي لي ان ربنا سبحانه وتعالى يوفقني النهارده ويفتحها في وشي. بقولك ايه يا سي رمضان؟ اموري يا اخويا، ما تشوف لك شغلانه تانيه غير الشغلانه دي. نعم؟ ليه يا اختي مالها الشغلانه دي؟ مش عاجباكي دلوقتي الشغلانه دي؟ ما هي اللي ماكلاك عيش الشغلانه دي. وبعدين يا بنت هبله، الشغلانه دي عمرها ما هتخلص ولا هتبطل. الناس عمرها ما هتبطل موت. بقولك ايه يا وش السعد انت، هو اخبار عمك فرجاني ايه؟ الراجل خلاص بقى عظمه كبيره وانا نفسي اخديه مصحح. يا راجل يا راجل، قلت لك بطل السيره دي على الصبح. الله، انت بتزعقي ليه؟ الحق عليا اللي عايز اخدم الراجل واقوم معاه بواجب. ونيله ازيك؟ صباح الفل، عامل ايه؟ ايه ده؟ خد امسك امسك، كل كل، تلاقيك دلوقتي قرفان قرفان من اللي اسمه زينهم ده. عارف الراجل ده طول النهار يعين في جيبه فلوس، بس ايه، جلده جلده. كل امسك. سي عزوز، هو انت هنا يا سي عزوز؟ انا هنا، انا هنا يا قلب عزوز، انا هنا يا عيون عزوز، انا والحمار. لا يا عزوز، ما تقولش كده احسن تتكسف. كسف؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي. يابا ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي انا فيه ده؟ عجبك كده؟ ايه ده؟ ايه؟ في ايه يا عزوز؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الطعامه دي يا جدعان؟ ايه ده؟ بقى الحلاوه دي تبقى بنت عم زينهم؟ ده حتى ابوكي وحش. لا يا عزوز، ما تقولش كده احسن ازعل منك. وانا اقدر على زعلك يا جميل انت. والله عيلة ستك ايديهم، سايبه شغل البيت ووقفاتك يا رغي. انا يابا كنت باكل الحمار. كان بتاكل الحمار وانا اكلت معاه. وانت يا ما طلعتش الشغل ليه؟ انا هطلع اهو يا معلم. حاضر، يلا بنت خش جوه. حاضر. ايه يا معلم؟ بسمع يا جدع انت. نعم. انت عايز تشتغل معايا كويس ولا لا؟ عايز اشتغل. هو انا عملت حاجه يا معلم؟ ما هو من ناحيه بتعمل بتعمل. بس انا بفوت. وده ليه؟ 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 علشان ابوك راجل صاحبي وحبيبي. ومش عايز اقطع عيشك. ماشي يا معلم، هو انا يعني عملت حاجه؟ بقى امبارح لازم تعمل لي فيها فيتك وتطير البيعه بتاعت الدولاب. الست خلاص كانت هتدفع. ايوه بس احنا، هو احنا هنضحك على العالم يا معلم؟ ما بنضحكش على حد. بس خلاص بقى، المهم خد العربيه واطلع اسرح بيها. وامسك ادي الفلوس، لو لقيت اي حاجه كويسه اشتريها. يلا ياض ما تتنعش. ماشي يا معلم، يلا يلا. شي ها شي يا حماري، ها يا حماري، شي يا حماري. اهي اليافطه اهي. يا رب يا كريم تكرمنا بحاجه يا مصطفى. ايوه يا اخ،
قلت لي اسمك ايه؟ ابو عزوز. اهلا وسهلا ابو عزوز. اهلا بيك. ان شاء الله انا هرفع لك قضيه تعويض على المصنع ب100,000 جنيه. 100,000 جنيه اخدهم انا بقى. خلك ربنا يسكت. ايوه وممكن تكسبها كمان. انا مش هوصيك يا متر. ها ايوه بس بشرط، انا ليا ربع مبلغ التعويض في حاله ما تكسب القضيه ان شاء الله، وهكتب معاك عقد يا ابو عزوز. مفيش مانع يا بيه. ايه يا ست وانا بكلمك انتي؟ انا بتكلم مع جوزك. وانا موافق يا بيه. اسمع بقى، في حاله انك تقبض التعويض وتحاول تلعب معايا، انا زغلول السيف المحامي، معروف على مستوى كل محاكم مصر، ما بحبش اللعب، فاهم ولا ايه؟ هو قال حاجه يا بيه؟ ومين ده كمان؟ ده عزوز ابن عم سعد، وخدلي بالك انت. ايه هو احنا قاعدين في قهوه؟ ما تسكت يالا بقى. الله. حاضر اتفضل يا بيه. بعد كده لما تيجي تبقى تيجي لوحدك، مش جايب لي العيله كلها. حاضر يا بيه. شوف بقى ده عقد اهو، علشان ربع التعويض ليا، امضي هنا وامضي هنا. حاضر يا بيه. طيب صورة ليك وصورة ليا. ايه ربنا يخليك لينا بيه. مبروك يا عم سعد. ربنا يديلك على قد نيتك. يلا بقى مع السلامة. عشان السلام عليكم يا بره. اتفضل. السلامة يا جمعة. السلامة يا عم سعد. يلا يا ولية. يلا 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 يلا. مع السلامة. مع السلامة يا باشا. مع السلامة يا باشا. يلا بقى انتوا هتعملوا ايه؟ مش هوصيك يا ملك. خلاص بقى يا جمعة بقى. دول عاملين غلابة قوي. فرحان فرحان قوي ياما. ليه بقى؟ يا لهوي قاعد احلم بال 100,000 جنيه ياما. يا ابني يا رب نكسب القضيه. يا لهوي ياما يا لهوي ياما. ده احنا نعدي. نعدي فين ياما؟ نعدي. انت باين عليك اهبل كتجميله وانت شبه امك. الا قول لي يا عزوز. نعم. هو المحامي كان بيمضيك على ايه؟ انا ما خدتش بالي. على انه اذا كسب القضيه ياخد هو الربع. الربع؟ والربع ده يطلع قد ايه؟ شوف يا ستي، هما 100,000 جنيه يعني مص... ما تلعبوش نفسكوا، يعني 25,000 جنيه يابا. 25,000 جنيه؟ صح. مش حرام عليك يا راجل؟ ضيع في راسنا وتدي للمحامي 25,000 جنيه؟ خبر ايه يا ولية؟ احنا لسه كسبنا القضية، مش اما نكسبها يبقى حلها حلال. ان شاء الله نكسبها. انا بقول يعني نديله 2000 جنيه. ياما قولي 5,000 او الراجل هيتعب معانا برضه في القضية. انت هتفتي فيها. انتوا بتتكلموا في ايه؟ مش لما تبقوا تكسبوها هتبقوا تتكلموا؟ ان شاء الله نكسبها. ايه بتقر اخرى؟ اتفضل. ان شاء الله نكسبها. شوف مين بتخبط. هلا انا تعبان يابا دلوقتي. قوم انت. تعبان ايه؟ فوز فز. قوم خد يا عزوز. ما تتكلمش. شاي بقول لك ايه؟ نعم. انت ما تتكلميش. ها؟ اهلا يا رمضان. ازيك يا عزوز؟ ازيك يا نعمة؟ اتفضلوا اتفضلوا. مين يا عزوز؟ ده رمضان وعه نعمة. اهلا اهلا يا حبيبتي. اهلا اهلا. السلام عليكم. اهلا اهلا. ازيك يا نعمة؟ ازيك يا عزوز؟ ازيك يا نعمة؟ ازيك؟ مش تبارك لابوك يا نعمة؟ خير يابا. هيكسب 100,000 جنيه. ايه ده؟ 100,000 جنيه؟ ليه يا حبايب؟ ورثت حد؟ ورثت مين يا ابني؟ انا رفعت قضية تعويض وطلبت 100,000 جنيه. ايه؟ قضية تعويض؟ اللي قولي يابا، ممكن تكسب القضية وتاخد منها 100,000 جنيه؟ ربنا يسهل يا نعمة يا بنتي. الله. اه يابا كده لو تكسب القضية ونعمل مشروع كبير ونكسب منه ذهب. ان شاء الله ان شاء الله. يعني مثلا نعمل مشروع حنوتي على احدث طراز. حنوتي 5 ستارز. نغسل وندفن الموتى بأحدث الوسائل. يا راجل يا راجل، فكر في مشروع فرايحي. الله. وده وش فرايحي؟ الموت علينا حق يا جماعة. ها زينب عاملة ايه دلوقتي؟ انت عامل ايه؟ وقولي يا سيدي، انت كنت فين بقى الاسبوع اللي فات؟ ما انت عارفة يا زينب ان انا كان عندي وردية ليل في الفندق اللي بشتغل فيه. تخيلي يا ستي، ما حضرتش المحاضرات ولغايه دلوقتي ما نقلتهاش. يا ريتني يا احمد كنت وياك في كليه الحقوق، على الاقل كنت ساعات.
ما انا قلت لك يا زينب بلاش تصري على كليه الاداب اللي انت دخلتيها، كنت تعالي خش معايا حقوق على الاقل كنا ذاكرنا سوا. طيب المهم دلوقتي انت مش بتقولي انك عندك ورديه الاسبوع اللي فات؟ طبعا. حوشت كام لحد دلوقتي؟ لا طمني طمني اهو يا ستي 50 جنيه. 50 جنيه يا احمد كده ما ينفعش. ليه يا زينب بس؟ يعني لغايه دلوقتي ما حوشناش ثمن اوضه؟ يا احمد انا دلوقتي اللي يهمني لا اوضه ولا غيره، انا كل اللي يهمني دلوقتي شقه نتلم فيها، تعرف ظروف ابويا يا احمد صعبه قد ايه؟ يا زينب ما الحال من بعضه، انت بتقولي في ايه بس؟ يا احمد والله انا اي فلوس بتجيلي من المحل بحطها يا احمد على فلوسك. عارف باذن الله يا زينب اول ما يجي لنا مبلغ حتى ولو كان صغير نجيب بيه الشقه على طول، احنا كاتبين كتابنا بقالنا سنه. يا ريت يا احمد. ويا ريت ليه؟ احنا فيها اول مبلغ يجي على الشقه على طول، والعفش ده بقى باذن الله يبقى يحله ربنا بعدين. كل شيء بالصبر يا احمد يتحقق ان شاء الله. باذن الله. يلا بينا. الشاي يا عزوز. كتر خيرك يا قمر. ياه يا عزوز بقى ما تكسفنيش. بت اما انا عندي ليكي حته خبر يا بت. خبر ايه؟ يلا قول بسرعه. خلاص هنتجوز يا بت يا كيداو، وهعمل لك حته فرح ما حصلش ولا هيحصل، وعارفه هجيب لك عقد دهب كده في رقبتك، وهجيب لك فساتين وجلاليب وفرد تشبشب واحده وفرد جزمه واحده. منين يا حسره؟ من الملاليم اللي بتاخدهم من ابويا؟ ابوكي ابوكي ده يطلع ايه ده؟ امال هتعمل ايه يا عزوز؟ ابويا هيقبض 100,000 جنيه. 100,000 جنيه؟ ايوه 100,000 جنيه تعويض من المصنع اللي هو كان شغال فيه وكتب عقد عند المحامي. ده خبر حلو قوي يا عزوز. صباح الخير يا توحة. صباح الفل يا عم سعد. اديني حاجة ساعة. من عينيا الاثنين. تسلم عينيكي. نوسة حاجة ساعة بسرعة لعمك سعد. حاضر يا أبلة توحة. اجري. لكن صحيح يا عم سعد، هو انت هتكسب تعويض 100,000 جنيه؟ ان شاء الله، انا مضيت عقد امبارح مع المحامي. طب وانت يعني متاكد كده يعني انك هتكسب القضيه دي 100%؟ ان شاء الله هكسبها، ده محامي شاطر قوي. طيب قول لي بقى. نعم. ناوي تعمل بيهم ايه؟ انا نفسي اتوحى اعمل حاجات كتيره قوي. زي ايه يعني؟ نفسي اعيش زي بقيه الناس، البس واتفسح واكل اكل حلو واروش نفسي. لا كده غلط. امال اعمل ايه؟ انا اقول لك تعمل ايه. اسمعني بقى يا عم سعد. نعم. انت تجيب قرشين من اللي انت هتكسبهم دول واشغلهم لك معايا هنا في الكشك، والمكسب بالنص. انا مستعد اديك المبلغ كله على بعضه. هو الكلام ده معقول يا عم سعد؟ مش معقول. ليه؟ معقول ونص. هي ام عزوز هترضى بالكلام ده؟ عنها ما رضيت ام عزوز، هي ليه عندي ايه؟ كفايه ان انا ضيعت الشباب عليها، وليه هم وغم ونكد. ايوه بس يعني انا مش عايزه يعني اسبب لك في مشاكل مع اولادك. مشاكل ايه؟ انت تامر يا توحه. يا جمعه. اهلا، ازيك عم سعد؟ يعني ما فوتش عليا يا عم عشان تقول لي عملت ايه في القضيه. المتر رفع القضيه والجلسه الاسبوع الجاي. او بس انا عايز احضر الجلسه. لا ما ينفعش يا عم سعد، لازم اتكلم قدام القاضي. جاتني فكره، انما ايه؟ ما تخرش الميه. خد يا ام مكاسب دول عشان العيال. ربنا يخليك. ازيك يا عم سعد؟ انت مالك؟ انت غوري من وشي. اهلا يا عم سعد. اهلا بيك يا توحه. تعرف يا توحه انا اتعودت عليك وعلى الكشك بتاعك، ما بشتريش حاجه حلوه الا من عندك. وبعدين بقى يا عم سعد ما بلاش الكلام ده. ما بلاش عم سعد دي، قولي لي سعد على طول. معقوله؟ معقوله ونص. هو انا عجزت يعني؟ ده انا لسه شباب يا توحه. انما قولي لي لا مؤاخذه، هو الراجل اللي كان متجوزك القفل ده
طلقك ليه يا مؤاخذة؟ ده ما بيفهمش. قال انا ايه؟ ما بخلفش. وهو نفسه في حته عيل صغير. عيل؟ ده هو اللي طلع عيل، بس كويس قوي ان هو بعد عننا. ده ما بيفهمش ولا بيشوفش. وبعدين يا عم سعد ما بلاش قوي بقى. انا بقول الحقيقه يا توحه. لكن قولي انت عملت ايه في القضيه بتاعتك؟ الجلسه بكره ان شاء الله وهكسبها باذن الله تعالى. عارفه يا توحه انا لما اكسب قضيه التعويض دي عاوز اعمل ايه؟ ايه هتعمل ايه؟ هتجوز. معقوله؟ ده كاتم معزوز قتلتك. يا ريت تقتلني وتاخد اعدام وتريحني من وشها. وناوي تتجوز مين بقى؟ اتجوز واحدة شابة وبيضة زي كده توحة. يو بقى يا عم سعد اوعى كده. مش بقولك انك راجل شقي وعينك زيغة؟ زيغة زيغة بس عيش. ايه قلت ايه يا توحة؟ قلت ايه في ايه يا عم سعد؟ اوه ما قلنا بلاش عم سعد. قولي لي يا سعد سعد. ايوه اهو كده يا عم سعد. مية مية اللي يشوفك كده يقول عليك نظرك ضعيف بجد. عايزك بقى ايه؟ اول ما الحاجب واخد بالك انت، اول ما ينده ها تروح انت داخل وساند على العصاية وتخلوا معزوز وراك على طول. ماشي يا عم جمع ربنا يستر. بس قول لي ايه هو المتر ما جاش ليه؟ ما تقلقش زمانه جاي ما تقلقش. يا رب يا رب نكسب القضيه يا رب. احنا غلابه يا رب غلابه قوي يا رب. يا متر يا متر الجماعه هنا موجودين اهو. ايه المناظر دي؟ في ايه؟ انتوا جايين هنا تشحتوا ولا ايه؟ بس يا مترا اصل المساله يعني كنت عايز. مفيش بس ولا بتاع. اصل انا عايز القاضي اول ما يشوفهم يرقب بحالتهم يعني. ايه المنظر ده؟ قضيه 318 سعد مسعود ضد مصنع الامل. ايوه يا استاذ. زغلول السيف المحامي حاضر مع المدعي. أحمد حسين المحامي حاضر عن المصنع. طلباتك يا أستاذ زغلول. بطلب إحالة الدعوة للطب الشرعي لإثبات نسبة العجز في عين موكلي. وأنا يا فندم بطلب التأجيل للإطلاع على الدعوة. تؤجل القضية لجلسة 15/1. نعمة نعمة. أيوة سلام عليكم. بقول لك إيه؟ أنا كنت يعني كده بفكر تفكير كده وكنت عايز أقول لك عليه. خير يا سي رمضان. بقول لك إيه هو؟ نعم. ابوكي بقى ان شاء الله كده باذن الله يعني لما يكسب القضيه انت تطلبي منه 20,000 جنيه. طبعا. ايوه اصل ال 100,000 ديت لو اتقسمت عليك انتوا الخمسه هيبقى نصيب كل واحد فيكم 20,000. عارف يا سي رمضان لما ابويا يكسب القضيه ويديني ال 20,000 جنيه عارف انا بفكر اعمل ايه؟ ايوه. نشوف كده شقه حلوه في حته كويسه والباقي نجيب بيه تلفزيون ملون. شقة ايه وتلفزيون ايه الهبل اللي انت بتتكلمي فيه ده؟ بقول لك ايه يا سي رمضان؟ غير كده انا مش موافقه. اه اسمعيني بس وشوفي الفكر اللي في دماغي، انا بفكر في حاجه اكبر من كده، انت ما تبصيش تحت رجليكي بس. انا بفكر كده ان احنا نفتح محل حانوتي على قاعدة استراز. اه محل كده يكسبنا ده. وقتها بقى نقدر نجيب التلفزيون الملون والشقه وفيديو كمان. حانوتي ايه بس يا سي رمضان؟ ضامن ان انت تكسب من المكتب ده؟ اهو انت بقى دلوقتي يا وليه اثبتيلي ان انت ما بتفهميش حاجه. يا سلام. ليه بقى يا سي رمضان؟ فهميني بس يا نعمه. شغلتنا
كلها فلوس، خصوصا بقى اليومين دول. اليومين دول يا اختي من الناس من كتر الفكر اللي في دماغها عمالين يقع واحد ورا التاني، خصوصا بقى البهوات. من كتر يعني البيزنس والفلوس والتفكير في الحاجات دي. والناس دول بقى بالذات اهاليهم بيصرفوا عليهم جامد قوي في الحاجات دي، يعني من باب الانزاحه زي ما تقولي كده. وانا شايف يعني ان الباب ده باب رزق كويس قوي، خصوصا ان من ورا ظهر الضرايب زي ما انت عارفه. فانا بقول يعني لو فتحنا دكان صغير كده، بس ايه، على احدث طراز، اعمل فيه كل حاجه جديده، اكيد يعني ربنا سبحانه وتعالى هيوفقنا ويطلعنا بقى من الحته اللي احنا قاعدين فيها دي. وبعد كده بقى هبقى ان شاء الله اطور المشروع واجيب كمان فرقه مزيكا، فرقه مزيكا حزين. الحاجات دي بتحصل بره كتير قوي، بقت عادي. لما انا اعملها اكيد هجيب زباين كتير، خصوصا من الناس الهاي لايف دول اللي بيدفعوا فلوس كتير، وهو كل حاجه بتمنها. ها قلت ايه يا نعمه؟ لا يا سيدي انا ماليش دعوه، انا عايز اطلع من الجحر ده، ده لا نور ولا ميه، ده كفايه ضربه الميه المشتركه مع الناس دي، الرطوبه كانت جسمي. بقولك ايه، انا قلت مكتب حانوتي حديث يعني مكتب حانوتي حديث، وانا قلت شقه وتلفزيون ملون يعني شقه وتلفزيون ملون كده. نعمه ماشي يا نعمه، ماشي يا نعمه، نشوف كلام مين فينا اللي هيمشي في الاخر. ماشي. شكرا. بقول لك ايه يا ابو عزوز؟ قولي عايزه ايه؟ احنا عاوزين نفرح بعزوز. تفرحي بيه؟ ما تفرحي بيه، حد قال لك لا؟ انا بتكلم جد. يعني ايه تفرحي بيه؟ يعني عاوزين نتجوزه. تجوزيه؟ من ايه؟ ومين؟ الواد عزوز حاطط عينه على بنت المعلم زينهم، بنت طيبه وبنت حلال. بنت حلال؟ وهنجيب منين الفلوس؟ هو الجواز ده مش عاوز فلوس ولا هنجوزه ببلاش؟ مش احنا هيجينا 100,000 جنيه تعويض لما يبقوا ييجوا؟ انا بقول يعني عشان ما نكسرش بخاطر الوال نقرا الفاتحه وبعدين لما تجينا الفلوس نعمل خطوبه. ايوه بس هنجيب الشبكه منين والملبسات والحلويات؟ على الاقل نقرا الفاتحه. ماشي، يبقى خلي الواد عزوز يقول للمعلم زينهم ان احنا هنروح لبكره ان شاء الله. صلى على النبي يا معلم زين. عليه الصلاه والسلام. بصراحه كده وباختصار ومن غير ما اطول عليك، انا جاي اطلب ايد بنتك كيداهم لابن عزوز، ايه رايك؟ هي انت فاجئتني يا سعد. انا بالنسبه لي ما عنديش مانع، بس الشرع بقى بيقول ناخد راي كيداهم الاول، ولا يا سعد؟ موافقه موافقه. بس يا ولد. مظبوط يا معلم، هي موافقه. امال فين العروسه؟ جايه حالا يا حبيبتي، عن اذنكم. اتفضلي يا اختي. يا اهلا وسهلا. يا اهلا. منورين البيت، منور باصحاب. يلا يا بنت شحال. حاضر يما. اهو مال الواد عزوز ده، حلت فلوس عشان يتجوز؟ دول يما هيقبضوا 100,000 جنيه. وبعدين عزوز طيب قوي يما. طيب يا اختي قدامي. يلا. حاضر. عزوز. حاضر حاضر. ايوه يا معلم زينهم، هي العروسه هي موجوده، اسالها ايه رايها في العريس. شوفي يا كيداهم يا بنتي، عمك ابو عزوز جاي يخطبك لابنه عزوز، قلت ايه بقى؟ اللي تشوفه يابا. وابوكي موافق؟ يبقى على خيرة الله. مبروك يا عزوز يا ابني. الله يبارك فيك. مبروك يا كيداهم يا بنتي. ألف بركة. هو احنا هنلاقي أحسن منكم؟ والله هو ده اللي في قلبنا من ناحيتكم. طيب يا معلم زينهم،
انا عايز اقول لحضرتك كلمتين كده بصراحه، لان الصراحه مفيش احسن منها، ولا ايه؟ اتفضل قول يا ابو عزوز. بقى يا سيدي، انا رافع قضيه تعويض ب 100,000 جنيه على المصنع اللي كنت بشتغل فيه، وان شاء الله ان شاء الله وباذن الله تعالى هكسبها، لان معايا محامي شاطر كده. بقول يعني احنا نعمل كده خطوبه على الضيق دلوقتي، وبعدين اول ما نقبض الفلوس نشتري العفش والشقه ويتجوزوا على طول، ايه رايك؟ وانا موافق. والقضيه دي مضمونه يا ابو عزوز؟ ان شاء الله 100%. وان شاء الله اول ما نقبض الفلوس هنجيب للعروسه بقى الغساله والسخان وبوتاجاز تلات عيون ومكوى بالكهرباء. وانا عايزه تلفزيون ملون. وانا عايز فيديو. انا بقول يا معلم زينهم نقرا الفاتحه دلوقتي، والاسبوع الجاي ان شاء الله نعمل الخطوبه. لا قولي لي يا زينب، انت حوشتي كام لغايه دلوقتي؟ يعني تقدر تقول حوالي 1000 جنيه. مش كفايه؟ ازاي يا احمد مش كفايه؟ امال يعني هنعمل ايه اكتر من كده؟ يا زينب المبلغ ده للشقه بس مش كفايه. على فكره بقى انا زهقت، انا هقدم السنه دي اعتذار للكليه واسافر اي مكان. إيه؟ اعمل قرش واجي على طول. انت 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 ناسي ان انت في اخر سنه السنه دي يا احمد؟ يا زينب انا لولا المبلغ اللي ببعته لامي كل اول شهر هو ده اللي مقصر معايا، كان زماني عملت مبلغ معقول للشقه. يا احمد 100 مره اقول لك هات هتقعد معانا هنا. والله بتحايل عليها تيجي تقعد معايا، مش راضيه، رافضه تماما، عجباها القعده في البلد. بص يا احمد خلي عندك امل، انا مش عايزاك تيأس خالص. يا زينب مذاكره وبذاكر، شغل وبشتغل، اعمل ايه تاني؟ خطوه خطوه يا احمد. صباح الفل يا استاذ محمود. اهلا وسهلا يا رمضان. اهلا وسهلا. اهلا بيك عم سعد. ده بقى يبقى حماي انا وجاي يعني علشان يشتري تلفزيون ملون بس بالقسط. بس عاوزين حاجه حلوه كده وبشاشه عريضه. شوف الماركه اللي تعجبك، انا تحت امرك بس على شرط. خير. انا باخد كمبيالات على بياض. كمبيالات على بياض؟ يعني يعني المبلغ مش هيبقى مكتوب فيها؟ ايوه بس كده يبقى صعب عليا. ما تقلقش مش قضيه، ما انت ان شاء الله هتكسب القضيه وتبقى تدفع له. قضيه؟ قضيه ايه؟ هو عليه قضيه ولا ايه؟ لا لا ما تقلقش، اصل عم سعد رافع قضيه تعويض ب 100,000 جنيه وان شاء الله هيكسبها. ايوه بس المهم يكون المحامي فرود. لا فرود، فرود ونص كده. طب يا عم سعد الاجهزه قدامك اهي، نقي اللي انت عايزه وبعد كده تجيني عشان تمضي على 5 كمبيالات على بياض. ايه؟ 5 كمبيالات على بياض؟ ايوه مش سيبه سودا يا عم. عم سودا دي التوكر. لازم تغير. ايوه ايوه طبعا لازم، عايزين تلفزيون كبير كده. حلو قوي حلو ده من جيب القناه الاولى. الله ده كبير قوي. بسم الله ما شاء الله. يا سلام ده احنا مش عايشين. بتعمل ايه بس يا عمي؟ بقيس التلفزيون. بقول لك ايه؟ ايه رايك تاخد فيديو على التلفزيون الملون؟ عشان وانت بتتفرج كده على التلفزيون الملون لو البرامج يعني ما كانتش اللي هي تتفرج على الفيديو. هو الراجل هيرضى يدينا فيديو على التلفزيون كمان؟ انت بس واقف وانا هكلمهولك، وبعدين انت دافع حاجه ما كله بالكمبيالات. اه صحيح. بس انا من قلبي مش مطمن للحكايه دي. معلش ما تقلقش ما تقلقش، يلا يلا تعال تعال كده. عزوز فتحت فرصك طاقه افتحي. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ جبنا فيديو وتلفزيون. افتحي يا حمادي حمود. خشي خشي. كل ده لينا، كل ده لينا. خشي.
الشغل يكتر. اضرب شايف يا عزوز، والله نفسي اشوفك مصارع زي الواد ده كده اللي بتكسب ده. نفسي ابقى مصارع واضرب رمضان. مش معنى رمضان. الله يابا التلفزيون الملون ده حلو قوي. فرجوا انبسطوا يا اولاد، محدش واخد من الدنيا حاجه. فرجوا انبسطوا. وهتدفع منين الكمبيالات اللي عليك يا بابا؟ ما تسكتي يا بنت، انت تعكنني علينا ليه؟ بكره نكسب القضيه وندفع فلوس التلفزيون والفيديو. ايوه ها اديله في عينه حط ودنه. هو سامعك يا حمار. اديله في سنانه. كتبني لو انت شبه امك ونشوف مين بيخبط. وحزنا نشوف مين بيخبط. دكتوره زين. مساء النور. ابو عزوز موجود؟ موجود. عم زكريا وخالته ام تامر يا بابا. خليهم يجوا يتفرجوا على الفيديو. اتفضل. اتأخرت على الديوان. طب يلا خد العربية واسرح قبل ما ابويا ما يرجع ويخرب بيتك. اما كان حتة فيلم امبارح يا بنت. فيلم؟ انت رحت السيما انا؟ مين كان معاك؟ سيبت يا بنت هبلة. انت اسكتي بقى. سيبت ايه؟ انت مش عارفة حاجة. اسكتي. مش عارفة حاجة؟ طب استنى انا طلعالك. ايه بقى اللي معرفوش يا اخويا؟ اسكت يا بنت كيداهم. مش احنا اشترينا تلفزيون ملون وفيديو؟ فيديون. لو مش مصدقاني روح عندنا البيت وانت تعرفي. قال هو صحيح يعني يا عزوز التلفزيون الملون ده بيجيب حاجات حلوة كده يعني زي السيما؟ يوه ده كل الحاجات اللي في التلفزيون الملون كلها بالالوان. ده انا امي ياما تحايلنا على ابويا عشان يجيب لنا تلفزيون ملون. راح جاب لنا تلفزيون خرده ابيض واسود كل شويه يبوظ ونصلحه. يا بختك يا عزوز. امال ايه يا بت؟ هو احنا شويه ده احنا هنقبض 100,000 جنيه. ايوه يا اخويا عشان تقعد تتفرج على الستات وهم متلونين في التلفزيون. الله 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 جرايه يا بت هبل انت. هو في ستات متلونه زيك؟ ما انت اهوت متلونه احمر في اسود ومخططه. صحيح يا عزوز كيداهم بنت يا كيداهم. ايوه ياما. بتعملي ايه يا بنت عندي؟ ولا حاجه جايه اهو. طب ادخلي. حاضر يلا يا عزوز خد العربيه واسرح قبل ما ابويا ما يجي. ماشي عشان خاطر عيونك انت بس يا قمر. هتوحشيني يا بنت يا كيداهم. سلام بنت يا كيداهم. ايوه ادخلي يا بنت. ما دخلتيش ليه؟ جاي اهو. مساء الخير يا عمر. وبعدين بقى في الشقاوه دي؟ انت اللي علمتيني الشقاوه يا توح. يا سلام. طب خد الكرسي ده اقعد كده. كده وقولي عملت ايه في القضية؟ القضية ماشية زي الصاروخ وهكسبها بإذن الله. إن شاء الله يا رب. بس كنت عايز أقول لك حاجة تروح، حاجة مهمة أوي. عاوز تقول إيه يا عم سعد؟ ما قلنا بلاش عم سعد دي، قلنا سعد وخلاص. يوه قول بقى وخلصني.
بس اللي حقوله توحى ما ينفعش يتقال هنا. امال ينفع يتقال فين؟ ده كلام طالع من القلب يا توحى، لازم يتقال في حته هاديه ومكان جميل كده، في شجر ونخل وفل وياسمين ووش زي القمر زيك. شوف الراجل قال عايز يقعد معايا في مكان هادي. توحى توحى باكو بسكوت. باكو بسكوت من عينيا يا حبيبي. نوسه باكو بسكوت هنا بسرعه. يلا اجي خش لها جوه. خش يا سلام، حتى العيال الصغيره بتحبك يا توحى. بس صدقيني يا توحى الكلام اللي انا عايز اقوله لك ده مهم جدا ليكي. افكر من غير ما تفكري، انا هعدي عليكي بكره الصبح ان شاء الله، اخدك انت ونوسه نتفسح شويه في الجناين واقول لك على كل اللي في قلبي. مالك يا زينب؟ سرحانه في ايه بس؟ ابدا يا احمد، مضايق اول يومين دول. ليه يا زينب؟ القضيه اللي انا كنت قلت لك عليها. ايه مالها؟ اتحكم فيها؟ لا لسه. الله، طب امال ايه بس؟ بابا راح جاب تلفزيون ملون وفيديو بالتقسيط وكتب على نفسه كمبيالات على امل ان هو يكسب القضيه. مش عارفه هيعمل ايه. معقوله ده يحصل؟ طب الله لا يقدر خسر القضية، هيبقى موقفكم وحش قوي يا زينب. والمصيبة دلوقتي ان هما كلهم عايشين على وهم ال 100 ألف جنيه اللي جاية لهم. غريبة ان ناس تعيش على أمل ممكن يتحقق أو ما يتحققش. ما هو من حق كل إنسان يعيش على أمل، لكن في حدود قدراته. قصدك يكون واقعي؟ أيوه. أوقات كتير بيبقى الواقع صعب. بس أكيد هيكون نتايجه أحسن من الوهم اللي نتايجه مش مضمونة. بس اكيد والدك عامل حسابه يا زينب. مش عارفه يا خلصتوا السندوتشات؟ الحمد لله بالهنا والشفا. خد يا نوسه. شكرين يا عم سعد. خد يا توحى. متشكرين. بص بقى يا توحى، انت عارفه ان انا طول عمري راجل دغري، ما احبش اللف والدوران، فمن غير لف ولا دوران كده انا عاوز اتجوزك. لا مؤاخذه، ايه رايك؟ انت بتتكلم جد؟ امال بهزر يا توحه. انت عارفه ان انا رافع قضيه تعويض وحكسب 100,000 جنيه، يعني هجيب لك كل اللي انت عاوزاه سوى شقه او بيت، واجهزه لك من كل حاجه في الدنيا، ثلاجه وغساله وسخان وكفه شيك، وهكتبه باسمك كمان. وبالنسبه للكشك هنقلبه محل تجاره بالجمله، ايه رايك؟ بس انت كده فاجئتني. ولا فاجئتك ولا حاجه، اكيد انت فهمت من كلامي ان انت العروسه اللي نفسك اتجوزها. طب وام عزوز؟ تاني ام عزوز، ما قلنا ام عزوز راح عليها كلتها البرومه. قصدي يعني هتعمل معاها ايه؟ هي ليها ايه عندي غير مصاريفها؟ اديها لها كل شهر، عجبها كان بيها، ما عجبهاش قدامها المحكمه تحكم لها بالنفع اللي تستحقها؟ لا لا يا سعد. حيرتيني يا توحى. انا بقى زي الفريق، ما احب ليش شريك. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني اذا كنت عايز تتجوزني انا ليا شروط، وبعد كده بقى ملك ايدك من غير ما اعرف الشروط. لا، واجب برضو تعرفها. قول يا توحى. من ناحية أم عزوز، إذا كنت عايز تتجوزني لازم تطلقها الأول. إيه؟ أطلقها؟ أطلق أم عزوز؟ ويعني أطلقها هيحصل إيه؟ في حاجة تانية توحى؟ أول ما تكسب القضية بقى وتاخد ال 100,000 جنيه في إيدك تديهمني على طول، وأنا بقى أبقى أتصرف. بس كده؟ بسلميهم بإيدك يا ست من الصراف. عشان تكوني راضية عني. في حاجة تانية يا توحى؟ لما يبقى في حاجة تانية هبقى أقول. وهنتجوز إمتى إن شاء الله؟ لا، ما تستعجلش قوي كده. أول ما تكسب القضية نتجوز على طول. بس هروح أغسل إيديا قبل توحى. طب يا حبيبتي في الحنفية القريبة دي، أجري. ما نتجوز دلوقتي يا توحى وخلاص. منين يا حسرة؟ ما أنت عارف
الشبكه والمهر والشقه والحاجات دي كلها. اه صحيح، ده غير الفرقه الموسيقيه والطبال والطباخين والحلويات. ايوه كده يا سعد. الله، يا سلام، سعد طالعة من بقك زي السكر. سعد وصل، سعد وصل. اتفضلي يا ستي، ادينا بقينا لغايه دلوقتي والواد اللي اسمه عزوز ده لسه ما شرفش. زمانه جاي يابا. بقول لك ايه، الواد ده تلاقيه سهران طول الليل على الفيديون والشرايط. الواد ده لا نافع لا بطبله ولا بطار. يمكن يابا. يا بنتي يا بنتي، ما تدافعيش بالغلط عن عريس الغفله ده. صباح الخير. صباح الخير يا معلم. صباح الخير يا كيداهو. صباح الخير. صباح الخير، واحنا بقينا بعد المغرب. ايه اللي اخرك؟ وقعت عليا نومه يا معلم. طبعا لازم تروح عليك نومه، ما انت سهران طول الليل على الشرايط والفيديو، ازاي هتيجي الصبح بدري؟ اما كان حته فيلم يا معلم، كان نفسي انت وكيداهم تيجي تتفرجوا عليه. بقول لك ايه، ما دام جيت متاخر تتفضل يا حبيبي تروح على بيتكم، ولو شفتك جاي متاخر تاني مش عايز اشوف وشك هنا تاني. اما بقى حكايه الجواز دي من بنتي، فدي بقى ليا فيها تفاهم مع ابوك. لا، الشغل وانت حر فيها يا معلم، بس الجواز ملوش دعوه بالشغل. ازاي يا فالح؟ وهتفتح بيت ازاي؟ وهتصرف عليه منين؟ قال الجواز ملوش دعوه بالشغل. عجايب. خلاص يابا، مش هيعملها تاني. اسكت انت، ده صنف انا عارفه، يحب الرحرحه مش عايز التعب. الله 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 الله، جرايا يا معلم، ما تسكت بقى، على راي المثل يعني، سكتنا له دخل علينا بحصانه. في ايه؟ محدش مالي عينك ولا ايه؟ انت بتقول لي انا الكلام ده يا عزوز؟ خلاص بقى يا عزوز، سيبيني اوريله شغله. بقى كده؟ ايوه كده، ايوه كده يا معلم. انا من الصبح سكت لك وقاعد اقول لنفسي اسكت يا دي عزوز دلوقتي هو يسكت، اسكت يا دي عزوز دلوقتي هو يسكت، وانت مش عايز تسكت. في ايه؟ انت ما بتجيش غير بالسك ولا ايه؟ بقى كده. طب اسمع بقى يا عزوز، انا بقى مش عايز اشوف وشك هنا تاني، وشغل عندي مفيش شغل عندي، وجواز من بنتي مفيش جواز من بنتي، واتفضل يلا مش عايز اشوف وشك هنا تاني. الله الله الله، جرايه يا معلم، جرايه يا معلم. الله الله، ده انت المعلم زينهم، المعلم الكبير ده. انا طول عمري بقول عليك انك انت احسن معلم في الحاره دي كلها. ايوه، واللي شدد لك يجي لي انا بقى. انا من بكره معلم حاجه شغل في معادي. سامحوا المره دي يابا. خلاص، من بكره تيجي الشغل بدري، انت فاهم؟ حاضر يا معلم. سعاده البي، احنا ما شفناش حاجه لغايه دلوقتي. يعني عايز تشوف ايه؟ يعني القضيه كل شويه عماله تتاجل. دي قضيه تعويض ب 100,000 جنيه، هي قضيه نفقه. وبعدين انا قدامي اتنين محامين، محامي المصنع ومحامي التامينات. انت عايز ايه بالظبط؟
ابو عزوز خايف لا يخسر القضيه. يعني ايه اخسر قضيه؟ انا زغلول السيف المحامي يخسر قضيه؟ اروح اقعد في بيتنا بقى احسن. في ايه؟ انتوا مش عارفين حاجه؟ ربنا يخليك يا سعاده البيه، ربنا يخليك يا رب ويعلي مراتبك. يعلي مراتبه ايه وهو منجد؟ منجد منك لله لبالي. اسمع يا عزوز. ايوه. في شغلانه كبيره كده هناكل منها لقمه عيش كويسه. ومش هحرمك منها يا سيدي. فين يا معلم؟ ايوه دي بقى في شقه في المهندسين، فيها شويه عفش وحاجات جميله جدا كده. هتروح تجيبهم البواب مع المفتاح وانا مفهمه على كل حاجه وتمانهم خالص. طب هو يعني المشوار ده ما ينفعش الصبح يا معلم؟ هو انت بتيجي الصبح يا اخويا؟ دلوقتي تروح تجيبهم حالا. بالليل كده؟ اصلا انا بخاف من الضلمه يا معلم. اسمع اللي بقولك عليه يا عزوز، خد العربيه ويلا اتكل. ماشي. هو انت يجي من وراك غير وجع القلب؟ تعالى شيل يا حماري. ها يا حماري شيل يا حماري. ها يا حماري. ايه يا خينا؟ ايه في ايه؟ في ايه؟ عمال تلف وتدور حوالين العمارة ليه؟ ما هو أصلاً كنت عايز بواب العمارة دي. أنا بواب العمارة؟ أي خدمة؟ أنا من طرف المعلم زينهم. أيوه المعلم زينهم، أنتوا متأخرتوا ليه؟ بقول لك إيه؟ تعال ورايا أفتح لك الشقة علشان تشيل العفش اللي اشتراه المعلم زينهم. تعال. ماشي. تعال يا خينا. لما تولع النور. هوب. تعال يا خينا. يا سعد. تعال. ادي الطقم اللي انت هتشيله، واي حاجه موجوده في الشقه تاني مالكش صالح بيها، لحسن دي امانه. ماشي الكلام. ايه كان راجل طيب وفي حاله، منها لله بقى. هي مين دي؟ كوثر. كوثر مين؟ مرات الاستاذ احمد الله يرحمه. الله يرحمه. فضلت تقطع فيه تقطع فيه تقطع فيه. يا ايه ده اللي تقطع فيه؟ يا سيدي الاستاذ احمد كان ساكن في الشقه دي ومرته كوثر، وطول الليل والنهار خناقات ياما، لغايه ما كوثر قتلت الاستاذ احمد. ده حصل هنا؟ ايوه يا سيدي، خليته نايم وراحت ذبحاه بالسكينه، وبعد ما خلصت عليه في اوضه النوم خدته على الحمام وفضلت تقطع فيه تقطع فيه وتعبيه في كياس، ورمت كل كياس في حته لغايه ما البوليس قبض عليها واعترفت بكل حاجه. كل ده حصل في الشقه دي؟ اسيبك دلوقتي، وبعد ما تنقل العفش اقفل باب الشقه واديني خبر. يعني انت لازم تمشي دلوقتي؟ ايوه انا مش فاضي، ورايا مصالح السكان، وبعدين كمان بوابه العماره ما اقدرش اسيبها لوحديها. بقول لك ايه يا عمنا، ما تخليك معايا لحد ما نشيل العفش. هما قالوا لك عليا فاضي ولا فاضي؟ لا يا عم ما حدش قال عليك فاضي ولا حاجه. يا عم سيبنا شوف شغلي. يا عم you
بتعمله ده؟ ايه اللي حصل؟ شبل العفريت. عفريت ايه؟ مع عفريت اللي بني ادم، ايه اللي حصل؟ اصوات خبط وبعدين رزح، بعد كده النور طفي. النور لازم ينطفي. ليه؟ شوف يا سيدي ولا سيدك اللي انا. عامل الكهرباء لسه موجود في العمارة عند كمال بيه بيصلح النور، وبعدين لازم النور ينطفي عن العمارة وبعدين يجي. بنقول لي يا اخينا، انت هتشيل العفش ولا بلاها البيعة دي؟ لا يا عمنا هشيل العفش. بس اسمع يا سيدي ومسيدك اللي انا، اسمع، انت تطلع معايا فوق وتتنك معايا لحد ما اشيل العفش. رجال ايه بتوع اليمين دول؟ فوت يا سيدي قدامي. امر لله. خد ارزلي كيلو قوطه واتنين كيلو بطاطس. ام عزوز ارزلي حلوه على ما ارجعلك. اهلا 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 يا اختي. اهلا يا اختي. اهلا وسهلا. ازاي صح؟ يعني محدش شافك لا انت ولا ابو عزوز من ساعه ما قريت وفاتك كيده. معلش يا اختي، ابو عزوز قال ناجل الموضوع شويه لحد ما نوضب روحنا عشان نجيب الدبلتين لكيده ام عزوز ونعمل الخطوبه. ربنا معاكم يا حبيبتي. انا ما شفت قلت لازم اجي اسلم عليك. واجب عليكي برضو يا اختي، ده احنا اهل. يلا يا اختي يلا. اهلا وسهلا. يو نسيت البطاطس والقوطه. معلش معلش. مع السلامه يا اختي. مع السلامه. انا حسيت من كلامهم كده يا ابو عزوز ان هم قلقانين على بنتهم من ابننا عزوز. طب ما من حقهم يقلقوا يا ماما، انتوا بقالكم قد ايه قارين الفتحه؟ واحنا هنعمل ايه يا بنتي؟ اللي هي القصيره والعين بصيره. هي القضيه تولت لي كده. انا عارف كل ما اسال الواد جمعه يقول لي القضيه تاجلت القضيه تاجلت. انا عندي فكره. انا بخاف من افكارك النيره دي. شوف الراجل يا اختي. يا ماما فوتي. قولي يا اختي قولي وخلصيني. احنا نستلف قرشين نجيب بيهم الدبل ونعمل الخطوبه. ومين بقى فالحه اللي هيسلفك القرشين دول؟ البركه في ماما كياسب وسعديه، الحبايب كتير، ولما نكسب القضيه نديهم الفلوس. يا دي القضيه. ابو مكاسب. ايه انا يا ابو مكاسب. اهلا اهلا بام عزوز. اهلا اهلا. ازيك يا ام عزوز؟ الله يسلمك. اتفضلي. الله يخليكي. ملقيش معاكي 200 جنيه يا اختي. هشوف لك. بصي انا ملقيتش معايا الا 100 جنيه بس. كويسين يا اختي ينفعوا وهردهم لك اول ما ناخد الفلوس. طب على طول. اتفضلي. متشكره يا اختي. اتفضلي. متشكره يا اختي. الف شكر. ام عزوز. اهلا اهلا. صباح الخير. يا صباح الفل. اهلا يا اختي. ازاي؟ اهلا يا اختي. بقول لك ايه؟ نعم. دول ال100 جنيه اللي انا كنت محوشاهم من الزمن، معلش ما قدرتش اجيب لك اكتر من كده. ربنا يخليك يا اختي، ربنا يسترها معاكي ان شاء الله. اول ما ناخد الفلوس هردهم لك على طول ان شاء الله. كتر خيرك يا ان شاء الله. اتفضلي شويه. تعالي اشربي شاي. معلش اصل سايبه العيال لوحدهم. تعالي اشربي. معلش يا اختي هبقى اجي لك وقت تاني. مع الف سلامه. كتر خيرك يا اختي. كتر خيرك. السلام عليكم يا معلم كرش. وعليكم السلام ورحمه الله يا ابو عزوز. اخبارك ايه؟ الله يخليك. عملت ايه في القضيه بتاعتك؟ لسه معلم، بس قربت هيتحكم فيها ان شاء الله. ربنا يسهل. احسن حسابك من اللحمه تقل قوي. شوف يا معلم، كل حسابك من اللحمه اللي انا خدتها منك هيكون عندك وعليه 100 بوسه، بس لما اكسب القضيه ان شاء الله. بس انا ليا طلب عندك كده ومش عايزك تكسبني. قول يا سعد. عقبال اولادك يا معلم كرشه. خطوبه ابن عزوز بكره ان شاء الله، وطبعا هتشرفنا. طبعا يا ابو عزوز، والف الف مبروك. انا طول عمري اقول عشمي فيك ما ينزلش الارض يا معلم. المهم انا عاوز قد 10 كيلو لحمه كده نبعتهم من زوم الفرح للعروسه عشان نساعدهم في عشاء الضيوف والمعازيم. بس 10 كيلو كتير قوي يا سعد، انت لغايه دلوقتي حسابك داخل على 400 جنيه.
ما انت عارف يا معلم اول مكسب القضية انت اول واحد هياخد فلوسه. امري لله. هذا دودو. ايوه يا معلم. اوزن قد عمك سعد 10 كيلو. حاضر يا معلم. بس بقولك ايه؟ عاوزهم 10 كيلو لحمه حمراء من غير ده. امال لو كنت بتدفع فلوس كنت عملت ايه؟ جريالة يا دودو. لا مفيش حاجه. امشي. انت هتاخد كام من القضيه دي؟ يعني حوالي 100,000 جنيه. انا الزمني منهم 20 باكو. وماله يا معلم انا تحت امرك. سلف يعني. اصل انا ناوي اوضب المحل ده واخليه حاجه غير كده خالص، واول ما العمليه تمشي اردهم لك على طول. يا سلام يا معلم. طب قول 30 40 الف. لا هم 20. لا يا راجل، اللي في جيبي في جيبك. يا سيدي 20 حلوين قوي. على كيفك، على العموم انا عزمت وانت حر. هلا هلا شاهد لحسن عمك سعد مش فاضي. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. اتفضل يا ابو عزوز خطوه عزيزه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضل. اهلا بيك. انا جاي لك النهارده يا معلم زينهم عشان نحدد ميعاد الخطوبه بتاعت كيداهم وعزوز. وماله يا ابو عزوز؟ انا بقول بقى ان ام كيداهم وام عزوز ينزلوا بكره يشتروا الدبل ولوازم الفرح. وماله يا اخويا؟ الشايف ابو عزوز. تسلم ايدك يا ام كيداهم. بس انا كان نفسي بصراحه بقى اشرب شربات. ده اليوم اللي نتمناه. خلاص بكره تاخدي الست ام عزوز وتنزلوا تشتروا الدبل ولوازم الفرح. ربنا يتمم لهم على خير. مبروك يا سعد على خطوبة عزوز. الله يبارك فيك وعقبالنا يا رب. بس مش كان واجب برضو تعزمنا؟ والله يا توح انا كنت عاوز اعزمك بس خفت. خفت؟ خفت من ايه يا راجل؟ يعني يمكن ابصلك بصة كده ولا كده في الفرح حد ياخد باله وتفضحني عيوني قدام الناس. يا سلام يا سيدي على الشقاوة. امال انت فاكرة ايه؟ ده انا اصبى من الشاب اللي عنده 20 سنة. المهم انا كنت عاوزه منك كده خدمه قد كده اهو. اطلبي يا توحه انا تحت امري. نفسي كده في حته تلاجه احط فيها الحاجات الساقعه بدل التلج اللي انا بشتريه كل شويه والتانيه ده. وده اشتريها منين؟ من التاجر اللي انت اشتريت منه التلفزيون الملون والفيديو. بس ده راجل صعب قوي، كل اللي طالع عليه امضي كمبيالات على بعض يا سعد، امضي كمبيالات على بعض يا سعد، وانا على طول امضي.
بقى كده يا سعد؟ ما انتش عايز تجيب لي التلاجة؟ ده لو قال لي امضي على كمبيالات العالم كلها امضي عليها، بس المهم ترضى عني يا توحة. لما تجيب لي التلاجة الاول ابقى ارضى عنك. قد ايه؟ مش قوي، نص نص. ليه كده؟ لما تقبض المئة ألف جنيه وتديهم لي في ايدي ونتجوز ابقى ارضى عنك على طول. فينك يا زغلول تسمع الكلام الحلو ده عشان تشد حيلك؟ مين زغلول ده يا سعد؟ ده المحامي بتاعي اللي ماسك لي القضية. قبل طوح انا عطشانة. طيب يا حبيبتي سعد، انت هتقعد لنا كده ولا ايه؟ ما تقوم يا اخويا تجيب لنا حاجة ساقعة نشربها. من عليا يا توحة. نجحت يا زينب وبدرجة جيد جدا. ألف مبروك يا حبيبي. متشكر قوي يا زينب. متشكر؟ متشكر ايه؟ لا دي فيها عزومة كبيرة قوي. عزومة؟ أيوة. والله ده بقى يعني يرجع إلى الميزانية إن كانت تسمح أو لا تسمح. من جهة الميزانية هي. تسمح؟ أيوة. خلاص يلا بينا، أمر لله. أحلى عزومة نجاح في الدنيا. هي دي العزومة يا أحمد، أنا مش قلت لك الميزانية تسمح؟ لا يا زينب، إحنا لازم نلم إيدينا شوية في المصاريف، وبإذن الله أول ما أشتغل هعزمك بجد. المهم دلوقتي أنت ناوي على إيه؟ شغل في المحاماة ولا في النيابة؟ أنت عارفة يا زينب إن أنا طول عمري بحب مهنة المحاماة قوي، ولازم أشتغل محامي، بس ده طبعًا بعد ما أتمرن في مكتب محامي كبير. طبعا يا سيدي عشان تبقى المتر احمد. بقول لك ايه، احنا لغايه دلوقتي حوشنا كام؟ يعني ممكن نجيب اوضتين. صحيح يا زينب؟ طبعا صحيح، هو احنا بنلعب. انا وحشني عم سعد قوي، بس على فكره انا لازم اشوفه علشان احدد معاه ميعاد الزفاف. هو حد حايشك يا احمد من مقابلته؟ صحيح يا زينب؟ طبعا صحيح، بابنا مفتوح ليك يا احمد في اي وقت، بس بشرط. شرط ايه تاني بس؟ انك تجيب شقة ان شاء الله، حتى لو اوضة وصالة. اهو موضوع الشقة ده هو اللي هيتعبني. ان شاء الله يا احمد هتلاقيها ان شاء الله. من بوقك لباب السماء يا زينب. صباح الصباح يا ليل وراحت عليك بدري يا ليل. صباح الفل يا معلم. صباح النور يا عبده. احلى كوبايتين شاي على مية بيضة. الشاي يا معلم رمضان. شكر عبده. ايه يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم دنيا. ما تقلقش يا معلم، ان شاء الله ربنا هيرزقنا. بس وانا جاي سمعت صويت في الشارع اللي ورانا. ان شاء الله. ما انت شايف الحانوت اللي ورانا، لا بيعرف يدفن ولا بيعرف يكفن، والزبائن عليه زي الرز. ارزاق مقسمها الخلاق دنيا. ما انا برضه قلت لك يا معلم انه الناس برضه بتحب التجديد والتغيير. هو مش معقول المحل برضه يفضل بالشكل ده طول عمره. يعني لو وضبنا المحل شويه، ولا جبنا عربيه دفن موتى على اخر موديل، ولا حتى مزيكا عزيني من اللي بيعملوها اليومين دول، اهو برضو ده هيعمل شغل يا معلم. وقتها تقدر تقعد بقى وتحط رجل على رجل وتتشرط على الزبون. اه يبقى في دفن عاده ودفن سوبر وترزق. منين يا حسره؟ ما اللي جاي على قد الرايح. وعليا انا الكلام ده؟ ده انت شايلهم على قلبك قد كده. تقول حاجة يا رمضان؟ لا ما بقولش يا معلم ولا حاجة. أنا بقول يعني إنه حملك تقيل برضه أنا عارف. المهم أنا هوصل مشوار يمكن أتأخر فيه شوية. من جه زبون ولا حاجة خلص معاه وأم علي واجب يا رمضان. ما تقلقش يا معلم، روح وأنت مطمن. السلام عليكم يا رمضان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالسلامة يا معلم والقلب تعيلك.
بخيل يا راجل بخيل. ايه صحيح قال ايه؟ اجيب منين يا رمضان يا راجل؟ الله قول لأني كمان. يا سلام خير يا رب. بقاء لله. اهلا وسهلا يا ست هانم، ما يجيكيش في حاجه وحشه ان شاء الله، اللهم اجعلها اخر الاحسان يا رب. ايوه ست هانم هو ده المحل. ايوه فين العنوان بقى؟ الزمالك. الله يا الله الله يرحمه الله يرحمه يا ست هانم. ايوه تمام يا حسن صبري. ايوه عارفه امال يا ست هانم، تحت امرك. هوا ان شاء الله ان شاء الله. مع السلامة. الله اكبر الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقاء لله. تعليكم مشكور يا معلم. من فضلك يا معلم، أنا عايزك تهتم بفكري قوي. أنا عايزة الكفن من أحسن ما يكون عندك. أنت ما تعرفش معزته عندي قد إيه. خلاص يا نجوى، المعلم هيعمل كل حاجة. أنا مش عايزك تلاقي يا ست هانم، إن شاء الله هنقوم بالواجب وزيادة كمان. وهنكون أحسن دفنة وأحسن كفن للبيت إن شاء الله بإذن الله يعني. وإذا كنتوا عايزين أي طلبات إضافية موجودة، بس لمؤاخذة يعني كل حاجة بتمنها. تفضل يا معلم، ولو عزت أي حاجة تانية أنا تحت أمرك. يدوم يا هانم، قصدي الظاهر إنه البي كان عزيز على حضرتك قوي، هو يقرب لك؟ ده جوزي يا معلم المخلص اللي عمره ما زعلني. هو أنت لسه ما شفتوش؟ في الحقيقة لسه يا هانم. اقعد انت يا نجوى مع الناس، تعالى فضل معايا يا معلم. فضل فضل يلا علي. انا مش عارفه هعيش ازاي من غيره، ده عمره ما زعلني. فضل يا معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقول لك ايه يا علي؟ ايوه يا معلم. ما تروح تشوف لنا شويه ميه كده. حاضر يا معلم. يلا. كفايه على المعلم دول قوي، اما دول بقى. انا فكري فكري فين؟ كان لسه معايا امبارح. انا لازم اشوفهم من فضلك. ممكن اعرف انت مين؟ أنا عمري ما شفتك قبل كده. أرجوكي مش وقته. فكري كان عليا قوي. أنا لازم أشوفه. ممكن أعرف حضرتك مين؟ أنت عايزة مني إيه؟ عايزة منك إيه؟ أنا هنا صاحبة البيت. صاحبة البيت؟ ممكن أعرف بقى أنت مين؟ فكري يبقى جوزي. أنت كدابة. أنا مش كدابة. واحدة عارفة الجواز أهو. أنا فكري يتجوز عليا؟ متجوزني من 5 سنين. 5 سنين وهو بيستغفرني؟ يا معلم يا معلم. أيوه ست هانم. فين يا ست هانم؟ أنا لسه ما كملتش الشغل. لو سمحت اديني الفلوس اللي أنا اديتها لك. والله ليه بس يا ست هانم؟ كفاية الله الشر، وأنا قصرت في حاجة؟ بقول لك اديني الفلوس اللي أنا اديتها لك. حاضر. اتفضلي. وباقي الفلوس فين؟ بقى خلي الست هانم بقى هي اللي تحاسبك، انا ماليش دعوه بالموضوع. في ايه يا نجوى؟ في ايه؟ في ايه؟ انا مش فاهم حاجه. نجوى
الأصل. يلا يلا بالراحة كده، بالراحة عليها. سمي يا عم. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. ايوه بالراحة، بالراحة عليها. ايوه كده. ايوه حطها هنا بقى. يلا نزلها على الأرض بالراحة كده. متشكرين يا رجالة. خد يا اسطى 30 جنيه يا عم. نجابتكم في الأفراح يا رب. ألف سلامة. مع ألف سلامة. ربنا يخليك ليا يا سعدي يا رب. مبسوطة مني يا توحة؟ أوي. أنت تؤمر يا توحة. ولو إن صاحب المحل مضاني على 10 كمبيالات على بياض، إنما كله يهون عشان خاطرك. وانا اقدر على زعلك يا جميل. ايه اللي هيخليك ليا ولا يحرمنيش منك يا رب؟ بس يا نوس بسرعه حاجه ساعه لعمك ساعد. حاضر يا ابلطوح. اهلا وسهلا يا ام مكاسب، اتفضلي. ازيك يا ام عزوز؟ اتفضلي. اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا. انا عاوزاكي في حاجه مهمه جامده. حاجه مهمه؟ اه. طب اتفضلي اتفضلي اتفضلي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضلي يا اختي. العيش والملح اللي بينا هو اللي خلاني جيت لك عشان ما اقدرش اخبي عليك حاجه. خير يا اختي؟ انت وغوشتيني. بس على شرط، اكني ما قلتلكيش حاجه. ابو عزوز جد يعمل لي مشكله. قولي يا ماما كاسب، قلقتيني. بس مش عارفه اقول لك ايه. بس يوه، ما تقول يا ماما كاسب. الكلام متنطر في كل حتة، وبيقولوا بعزوز هيتجوز سوحة. سعدي يعمل كده؟ مش ممكن. ده بيقولوا ان جابلها تلاجة جديدة. بس ما اكني ما قلتلكيش حاجة. ما تخافيش. بس يا اختي توحة دي شابة صغيرة، هتبصله على ايه؟ دي بيقولوا طمعانة فيه عشان عرفت ان هيكسب 100,000 جنيه. عارفة لو الكلام ده طلع صحيح لا اخلي ايامه زي الخل. استنى عليا يا سعد ان موريتك. اهدي بس يا زينب، اهدي واحكي لي ايه اللي حصل بالظبط. تصور يا احمد، بابا عايز يتجوز واحده اصغر منه بكتير قوي. مين دي؟ توحة اللي على اول شارعنا. معقول؟ معقول يا احمد الفلوس تغير الناس كده؟ لا حول ولا قوه الا بالله. اهدي بس يا زينب، اهدي وان شاء الله كل شيء وله حل. يا حبيبي تعال الحقني شوف اللي جراه. على فين العزم يا ابو عزوز؟ ايه على فين العزم دي؟ هفك عن نفسي، هشم شويه هوا. محدش قال لك ما تشم شويه هوا، احسن الهوا اللي بره احسن من الهوا اللي جوه. بقول لك ايه، انا مش عايز وجع دماغ، سيبيني في حالي. اصل انا شايفاك اليومين دول عمال تبص في المرايه كتير. انا حر ابص في المرايه، ابص في الدولاب، انت هتحكميني؟ لا ولا احكمك ولا حاجه يا اخويا. بقول لك ايه، اي حد يسال عليا قولي له انه راجع بعد ساعتين. ساعتين؟ هو ساعتين يكفوا عشان تشم شويه هوا؟ طب قول ثلاثه، قول اربعه. ثلاثه اربعه؟ انا مش هرد عليك، اصل انت دماغك فاضيه ونكاكه. عن اذنك. طيب يا ابو عز. بقول لك ايه؟ اسمع يا بنت انتي، الكلام اللي انا قلته هو اللي يمشي. انا هنا راجل البيت. كلام بقى ايه اللي انت قلته يا راجل البيت؟ الكلام اللي قلته مليون مره قبل كده. الفلوس اللي هتطلع لك من عند ابوك لما ياخد التعويض هنفتح بيها محل عنوتي على تحت الصراصه. وانا قلت لا. ايه ده؟ مصممه نعمه؟ مصممه يا سي رمضان. يعني بتعندينا نعمه؟ ايوه بعندك يا سي رمضان. ماشي يا نعمه، ماشي يا نعمه، هتندم يا نعمه. مش هندم يا اخويا. ماشي يا نعمه، انا هوريك. هوريك. ايه هتوريني؟ بتهددي ولا بتهددي؟ وبعدين دي فلوس ابويا انا حره فيها. مالك انت ومال فلوس ابويا؟ بالك فلوس يا ام فلوس؟ طبعا معايا فلوس يا اخويا، فلوس ابويا. ماشي يا اختي، لما اشوف ابوك هيعمل لك ايه؟ ومش قاعد لك في البيت يا نعم. انت انت اللي مش قاعد. انا اللي مش قاعده في الجحر ده، انا هروح بيت ابويا. بقول لك ايه يا بنت نعم؟ قوم روحي بيت جوزك، بلاش قلة عقل. لا يابا، الودي ودي ما رجعش الجحر اللي قعد فيه رمضان. ده يابا عايزني بعد ما تكسب القضية واخد منك الفلوس
قال ايه هديها له عشان يروح يفتح بيها مكتب حانوتي. على فكره بقى انا جوزك رمضان ده راجل ذوقه وحش. قال بيقول لك يابا عايز قال ايه يفتح محل حانوتي. حانوتي حانوتي ايه؟ واحد يبقى معاه 100,000 جنيه يفتح مثلا محل خضار، محل كنافه، محل جزم، يعني كده يشبرق نفسه. مثلا انا عن نفسي انا ممكن افتح محلات عربيات كارو للتاجير وكده. ما تشعبلهاش انت الاخر يا اخي كتب. بص يا نعمه، انت في الاخر مالكيش غير بيت جوزك. لا هو هيستغلها من اولها كده ولا ايه؟ على فكره بقى رمضان عاش هو ونعمه على وهم زي ما انتم كده عايشين. انتوا عارفين اذا كنت هتكسبوا القضيه ولا هتخسروها؟ الله يا زينب، فلا الله ولا فالك. يا بابا هي دي الحقيقة، ليه رمضان ونعمة ما يكافحوش ويتعبوا لغاية لما يحاولوا اللي هم عايزينه؟ هو احنا كنا بنعلمك يا زينب عشان تقولي لنا الكلام ده؟ معلش يا ماما، من يوم ما بابا رفع القضية وانتوا كلكم كده اسمحوا لي بتتصرفوا غلط، ديون وكمبيالات ومشاكل ملهاش أول من آخر. بقولك يا زينب، نعطينا بقى مسكاتك. يعني الحق علينا أنا بقول لكم الحقيقة؟ حقيقة؟ ما خلاص. سي أحمد بقى محامي، هي بقى تعمل لنا فيها محكمة. اتفضل. اهلا يا احمد. ساعدتك طلبتنا يا فندم؟ طمني، عملت ايه في قضيه الدفعه النهارده؟ الحمد لله يا فندم، صدر حكم لصالحنا. ما شاء الله. هاي تعرف يا احمد، في حاجتين بيعجبوني فيك قوي، اصرارك على النجاح ورغبتك في العمل المستمر. اشكرك يا فندم. الاستاذ مصطفى صبر بره يا فندم وعايز اقابل حضرتك. طيب اتفضل انت كمل شغلك وخلي مصطفى صبر يخش. شكرا. عارف فتوحة قلب مقبوض ليه النهاردة؟ اخسى عليك يا سعد، بقى نبقى معاك وتقول قلبك مقبوض. مقصدش، بس مش عارف ايه اللي حصل لي، صدري ضيق كده وقلبي مقبوض قوي. حلوة قوي الأوضة دي. اديك يا ستي نقيت أوضة الجلوس، ده غير أوضة النوم وغير البياضات وغير السجاجيد. انت عارفة دول يقطعوا كام؟ وماله يا معلم، احنا مش هندفع تقسيط. ما عشان كده بقى انت هتمضي لي على الكمبيالات دي؟ لا، ابو عزوز هو اللي هيمضي لك على الكمبيالات كلها كام يوم ويصرف ال 100,000 جنيه. 100,000 جنيه؟ هو انا ما قلتلكش؟ لا. ايوه، هياخد تعويض من مصنع اللي كان شغال فيه. يا ست ربنا يزيد ويبارك. فين بقى ابو عزوز طيب عشان يمضي لنا الكمبيالات؟ ما هو انت لما تبعت الموبيليا هيمضي لك كل الكمبيالات، اصل انت عارف انه راجل عيان وصحته على قده. ربنا يديله الصحه يا ستي. طب اسمعي، انا بعد بكره هبعت لك حسن اللي شغال معايا يودي لك الحاجه اللي انت نقيتيها لغايه هناك ويمضى ابو عزوز على الكمبيالات. ربنا يبارك فيك يا حسن. ايوه يا معلم. حسن، ايوه يا معلم. حسن، انت بعد بكره ان شاء الله تودي الحاجات اللي ستي نقيتها وتنزلها هناك وتمضى ابو عزوز على الكمبيالات دي. حاضر يا معلم. على بلدي المحبوب وديني زاد وجدي والبعد كويني. انا خارج. بدل ما تخرج كل يوم تتفسح في الجناين، روح للمحامي شوف القضيه حصل فيها ايه. تفسح في الجناين؟ جناين ايه؟ انت حصل في مخك حاجه؟ اتجننت يا وليه؟ فعلا انا اتجننت يا راجل، ده انت كبير مش صغير على العمايل اللي انت بتعملها دي. عمايل؟ عمايل ايه يا وليه مجنونه انت؟ انت فاكرني مش عارفه ولا ايه؟ توحة يا سعد، توحة اللي كل يوم تتفسح معاها في الجناين، ان الحتة كلها بتشاور عليك وعليها. بقولك ايه، انا هتجوزها وهطلقك لان طهقت منك ومن عشتك. كده يا سعد، بعد عشريتي معاك تقول انك قرفت من حياتك معايا وعاوز تطلقني؟ لو جبت سيرة الموضوع ده تاني مش هيحصل لك كويس. هتعمل فيا ايه اكتر من اللي انت عملته؟ يا وليه اسكتي، بلاش فضايح. فضايح؟
انت اللي عامل الفضايح دي كلها، الحتة كلها بتشاور عليك وعليها. اعوذ بالله منك يا وليه. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا سعد. طول عمري خدامة ليك ولأولادك، عمري ما عملت فيك حاجة وحشة عشان تعمل فيا كده. عليكم السلام ورحمة الله. مبروك يا عم سعد. مبروك على ايه؟ على العفش الجديد اللي انتوا اشتريتوه. عفش ايه؟ العفش، العفش اللي انا اشتريته. عفش ايه اللي اشتريتيه يا وليه؟ حاجة بسيطة زي اللي انت بتجيبها. ايه اللي انا بجيبها دي؟ لو سمحت كم امضة بسيطة هنا يا عم سعد. امضة على ايه؟ الكمبيالات. كمبيالات ايه؟ امضي، امضي يا ابو عزوز، وان شاء الله لما نكسب القضية نبقى ندفع للمعلم ثمنها. منك لله. منك لله. انا برضو اللي مني لله. اخلصي بقى لخنفك، اشوف فيك 3 سنين. امتى؟ وحشتيني قوي يا زينب، اسبوع بحاله ما شفتكيش. وانت كمان يا احمد، بس اعمل ايه؟ الشغل والمذاكره وضيق كل وقت. المهم يا ستي، انا كنت عايز اخد رايك في موضوع الشقه. ايه، لقيت شقه؟ الحمد لله، لقيت شقة يعني في منطقة بسيطة. يا سيدي، أنت شايفني ساكنة في المعادي ولا في المهندسين؟ يا سلام يا زينب، أحلى حاجة بتعجبني فيكي هي البساطة. المهم يا أحمد إن احنا نكون مع بعض، مش مهم الشقة فين. بس المشكلة يا زينب إن صاحب البيت طالب 2500 جنيه. إيه، مقدم؟ أيوة، هيخصمهم من الإيجار. يا سيدي طب ومالي؟ بس المبلغ ده هنجيبه منين بس يا زينب؟ ولا تشيل هم. ازاي يعني؟ نبيع شبكتي وندفع منها المقدم. لا، الا الشبكة يا زينب، دي هديتي ليكي. يا سيدي بعد ما نتجوز ابقى هاتلي غيرها. قلت لا يعني لا. اسمع يا احمد، دي حاجتي وانا حرة فيها، وبعدين شقة زي دي فرصة مش ممكن ابدا نضيعها. ايه ده؟ هو البيت لسه نايم لغاية دلوقتي ما راحش الشغل؟ ما ترد ردة الماء بزورك. عملاني نوخة وتزعلي. ولا ايه ده؟ قوم يالا قوم. ايه ده؟ قوم يالا. ايه ده؟ بين المغرب. الله، ايه ده؟ في حد يصحى حد من النوم كده؟ صحى حد من النوم؟ طبعا، عمال تتفرج على الفيديو والتلفزيون طول الليل. قوم. بصراحة بقى يابا، أنا قرفان من اللي اسمه زينهم ده. أنت اللي قرفان ولا هو اللي قرفان منك؟ بقول لك إيه يابا؟ وإن شاء الله كده لما تكسب القضية تجيب لي حته عربيه نص نقل اشتغل عليها. نص نقل تشتغل عليها؟ هو انت فالح في الكره ما هتفلح في النص نقل؟ طبعا البركه في امك هي اللي مدلعاك. قوم 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 روح شغلك. عزوز يما، انت مزعل ابويا منك ليه؟ زعله؟ هو انا شفت ابوك عشان ازعله؟ ده انا نفسي اشوفه عشان ازعله. ما هو انت يا اخويا كل يوم تقوم من النوم بعد المغرب ولا بتيجي الشغل. عادي، هعمل ايه؟ بصحى بعد المغرب طول الليل بقعد اتفرج لي على 6-5 افلام فيديو في الفيديو، وبعد كده الاقي النهار طلع الاقيني دايخ كده ومسخسخ اروح نايم. ما هو ده اللي مزعله منك، بيقول لي الواد عزوز ده لا له شغله ولا مشغله. هو قال لي كده؟ وانت سكتت له اكيداهم؟ سكتت له؟ طب قولي له بقى عزوز بيقول لك ان ابويا لما يقبض ال 100,000 جنيه هيذلك. ايوه، هشتري 10 حمير و14 عربيه، وعلق ال 10 حمير في ال 14 عربيه واذله. هو ايه؟ مش عارف مين عزوز ولا ايه؟ ما هو برضو خايف عليك وعلى مستقبلك يا عزوز. يا ايه؟ يا عزوز. يا عزوز، حلوة قوي، حلوة قوي عزوز ديت، من بوقك قوي يا كيداه زي العسل. يوه يا عزوز، ما تكسفنيش بقى.
ما انا النهارده اترفعت لك حته مرافعه، انما ايه هزت المحكمه. طب ايه اللي حصل فيها ساعه بيه؟ للاسف الشديد اتاجلت. اتاجلت؟ الله، هي ايه حكايه التاجيل دي يا سعاده البيه؟ دي لو كانت نخله كان زمانها طلعت بلح يا زخلول بيه. ايه ده، ايه ده، ايه الكلام الفارغ ده؟ ما تحترم نفسك يا ابني. يا بيه ما تزعلش منه، ده عيل متخلف ناقص مفهوميه. ده عيل وناقص تربيه. ناقص تربيه؟ انا ناقص تربيه؟ انا متربي لعلمك. بس يابا تضربه هو. ادخل بس. وبعدين بقى في الواحه السوداء اللي وعيناها دي وام كيداهم. خير يا ابو كيداه؟ احنا الظاهر بقى غلطنا لما وافقنا على الواد اللي اسمه عزوز ده. الواد ده باين عليه لا بتاع جواز ولا حاجه، ده بيجي الشغل متاخر كل يوم. ما هو اصلي يابا بيقعد طول الليل يتفرج على التلفزيون والفيديو. بس يا بنت انتي والله ما تالف امله غير التلفزيون والفيديو بتاعك ده. وبعدين اسمها بقى ام كيداهم، الناس دول باين عليهم لا عندهم قضيه ولا هيكسبوا فلوس ولا حاجه. طب على رأي المثل خليك ورا الكذاب لحد باب الدار. يا ستي ده جواز، ده جواز يا ام كيداهم. عزوز مش كذاب يا امه. بس يا بنت انتي قومي نجرع مننا كوبايتين شاي. يلا. حاضر. البنت تتقهر يا معلم. يا ام كيداهم بلاش الكلام الفارغ ده. الواد ده بقى مش باين عليه مش بتاع جواز، ازاي عايزين اديله البنت؟ الله، جرى ايه يا سعد؟ اشمعنى يعني النهارده اللي جايبنا في الجنينه البعيده دي؟ اصل ام عزوز عرفت كل حاجه. طب وهي لا، دي عرفت ان احنا هنتجوز. الله، ومالك خايف كده ليه؟ تكونش رجعت في كلامك؟ انا اقدر يا توحى، انا تحت امرك. بحس. المهم قول لي اخبار القضيه ايه؟ ايه لسه شويه. لسه شويه؟ ايه مالك اتقمصت كده يا توح؟ ما اتقمصتش، بس يعني اصلي كنت عايزه كده شويه فساتين من اللي على الموضه دول. وماله، اجيب لك اللي انت عاوزاه. منين؟ من المحل الكبير اللي على اول الشارع بتاعنا. بقول لك منين الفلوس؟ لا ما تعتليش هم، اصل صاحب المحل صاحبي هيديني وبعدين اديله الفلوس لما تفرج ان شاء الله. بجد يا سعد؟ امال ايه؟ يلا بينا نروح نجيب السندوتشات. يلا يا اخويا. يلا يلا, 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 يلا يا نوسه. اعملوا حسابكم من هنا ورايح، مش هعمل حاجه لابوكم. لو عايز حاجه اعملوها انتوا. ليه ياما؟ انت ماشيه من هنا ولا ايه؟ لا ما بتكلمش مع ابوك. ليه بس كده يا ماما؟ الله، انت مش عارفه بيعمل ايه بره والناس كلها بتتكلم عليه؟ عارفه كل حاجه يا ماما، بس احنا هنعمل ايه؟ يابا وانت زعلانه ليه؟ ما تخليه يتجوز. يتجوز؟ انت جرب حاجه في عقلك؟ يتجوز ايه؟ ده كل الحكايه دي تمارا في 100,000 جنيه اللي كلكم عشمانين فيها. ايه ده يا بت؟ ايه اللي بقول لمخه ما جرب حاجه؟ تسيبيله ولا ايه؟ بس يا بت واقف. السلام عليكم. الحته اللي هيكون فيها انا مش هكون موجوده فيها. وانا يعني عايز اقعد معاكي غوري. ليه بس كده يا بابا؟ الكتمه يا بنت. اجري احضري لقمه كلها. حاضر. احلى 3 كوبايات شاي يا عم سعد. تشكرين يا عبد. شوف يا ابو عزوز، اي ضمانات تحتاجها في الدنيا دي رقبتي انا وابراهيم ده تحت امرك، وما يكونش عندك اي قلق. مش كده يا ابراهيم؟ ايوه يا ابو عزوز. طب مش هماكسب القضيه واقبض الفلوس؟ ان شاء الله هتكسبها. هتكسبها. وبعدين ده احنا كل اللي محتاجينه منك هم 10,000 جنيه هناخدهم نلعب بيهم لعبه كده وندورهم في السوق ونرجعهم لك 15,000 جنيه، وانت عارف بقى وسيد العارفين ان التجاره شطاره. ان شاء الله اما اقبض الفلوس اديكوا كل اللي انت عاوزينه. ده عشمنا فيك يا ابو عزوز. راجل مجدع طول عمرك. السلام عليكم يا استاذ محمد. عليكم السلام يا سعد. اهلا. انا عاوز حضرتك كده في خدمه صنونه. ماله يا سعد؟ عاوز شويه فساتين حلوين كده للمصمزير. ماشي يا سعد، بس تبقى مين دي اللي معايا؟ دي خطيبتي. على ام عزوز. ام عزوز مين؟ افتكر لنا حاجه عدله. سماح امرك. شوف المدام فراجعها الفساتين اللي عندك. ما
متشكر يا استاذ محمد. على فكره انا رافع قضيه تعويض على المصنع اللي كنت بشتغل فيه، طالب 100,000 جنيه. سمعت على الحكايه دي، والحكم قريب ان شاء الله وهكسبها باذن الله تعالى. عشان كده انا مش هدفع لك دلوقتي، بعدين. ازاي يا صاحبي؟ يعني اما اصرف التعويض. بس انت عارف اني معايا شركه ولازم اخد عليك ضمانات. انا تحت امرك اللي تؤمر بيه. خلاص تمديلي على كمبيالات. امضيلك على كمبيالات، اي حاجه انت عايزها. اتفضل. اتفضل. دول 2000 جنيه بس. لو رحت بره يكسب 5% انا خصم 1%، بس فرق قديم من جديد. خلاص يا استاذ، لا 1% ولا 5%، هات ال 2000 جنيه. تحت امرك. معلش يا زينب، امرنا لله. شكرين. السلام عليكم. سلام معلش يا عم محروس، هما يعني ناقصين 500 جنيه بس. ده ما كانش اتفاقنا يا استاذ احمد. معلش يا عم محروس، ان شاء الله يا رب اول لما نخلص من العفش احمد هيجيبهم لك على طول. واعتبرهم سلف يعني، احنا زي ولادك. خلاص يا استاذ احمد، علشان خاطر المدام يلا نمد العقد. الف شكر. هات العقد من عندك يا عبده. خلاص يا سعد، القضية خلصت. خلصت يعني ايه بيه؟ يعني بعد كده مفيش جلسات، اتحجزت للحكم الأسبوع الجاي. خلاص يا سعادة البيه، يبقى نتقابل يوم النقطة بالحكم، وربنا يكرم إن شاء الله. حكمت المحكمة في القضية المدعي فيها سعد مسعود أبو السعد ضد مصنع الأمل برفض الدعوة، حيث ثبت للمحكمة أن الإصابة التي حدثت للمدعي لم تكن بسبب المصنع. تفضلوا. نادي على القضية اللي بعدها. ضيعتني منك كلمة. سيبوني أنا. استني يا أختي، فضلتي تنقي فيها وتقولي لي مش هقعد في القبر ده، أديك هتفضلي قاعدة فيه طول عمرك. فكرة حزينة تفرح. قدامي. القضية 127. خير يا عم شحتة. صباح الخير يا عم صبحي. صباح الفل يا عبد. انت ما ادريتش اللي حصل. ايه يا عم صبحي؟ حصل ايه يا عبد؟ الواد جمعه لسه جاي من المحكمه دلوقتي حالا، وبيقول ان عم سعد خسر القضيه. سعد خسر القضيه؟ اه. ازاي يا خبر ابيض؟ طب ودوني اللي عليه ده؟ عليه يمكن ب 1000 جنيه نحمل معلم كرشه. يا خبر ابيض، لازم نروح اقول له حالا. معلم كرشه، يا معلم كرشه. يا صبحي انت ما عرفتش؟ يا اخويا قولوا سعد خسر القضيه. يا نهار اسود، فلوسي يا ناس راحت، فلوسي، فلوسي ضاعت. هتنسى تروح من جوه، انا هجيب خبر وسعد ده النهارده. يا سعديه. ايه يا ماما كان؟ سعد خسر القضيه. دي مراته ام عصوص سالفه مني 100 جنيه، دي لو ما كانتش تديهم لي هروح افرج عليها الدنيا كلها، هلبس العبايه واروح لها. روح يا ام عباس. انا لا يمكن اسيب فلوسي ابدا، يا فلوسي يا موتك هيبقى على ايدي النهارده. افتح افتح سعد افتح. لا مش هسيبك ابدا، ده واخدين مني 100 جنيه، هسيبهم ليه؟
افتح يا نصاب، افتح يا نصاب، افتح. انا ما اضحكش عليا فلوسي، افتح يا فلوسي يا عم، فلوسي يا عم، افتح يا عم، افتح يا عم، افتح يا نصاب. ابا ابا يا اخي الحق المعلم كرش الجزار والمعلم بتاع الموبيليا وكل الناس اللي انت خدت منهم حاجات هيكسروا الباب بره. طب اعمل ايه دلوقتي؟ استخبى بأي حته، استخبى فين؟ استخبى. اقول لك نط من الشباك ده على الشارع اللي ورا عبال ما انا اقطعك. يلا يا رب، يلا يا رب استر، يا رب يا رب استر، على مهلك على مهلك على مهلك على مهلك يا رب استر، يا رب استر، على مهلك على مهلك على مهلك على مهلك. الله في ايه يما؟ في ابوك يا عزوز. ابويا الله، لا كل المسكه دي بقول لك ابهدلك ابهدلك بعدين. ابويا مش موجود. يعني ايه ابوك مش موجود؟ هنوديه في 60 دقيقه، هنبلغ عنه البوليس. الله، طب ما تروح تبلغ البوليس ولا اعمل اللي انت عايزه. كده حسابك ان احنا مش هنسيبه. يا أيوه. عمي ما تسيبوش ولا حد مسكك يا عم، خف عليا. الله، يلا نبلغ البوليس. يلا قول لي يا عبده، هو في ايه؟ ايه يا عم انت مش دريان؟ في ايه؟ دي الحاره كلها عرفت ان نسيبك خسر القضيه، وكلهم رايحين له بربطه المعلم عشان كل واحد ياخد منه فلوسه. لا حول ولا قوه الا بالله، هيعمل ايه المسكين ده؟ لو سمحت يا شاويش. ايوه. اوضه بتاع حضرتك الظابط ما بقتش فين؟ هنا. هنا. فين انت يا ابو خير؟ فين؟ يا بيه. نعم. خد مني لحمه. هو مين ده؟ سعد مسعود جارنا، قاعد يسحب مني لحمه على عيش القضيه اللي هيكسب منها 100,000 جنيه. وانت يا سيدي في ايه؟ انا سعاده البيه خد مني اوضه نوم واوضه جلوس. هو مين ده؟ سعد مسعود يا بيه. ده غير بقى ما خد كمان بيضات وخد سجاجيد ولا مضيت على كمبيالات. والكمبيالات دي معاك؟ معايا يا بيه اهي. ولا خدت عليك كمبيالات، خد بيها ملابس مني. هو مين ده؟ سعد مسعود. واحنا براه وصالح خليتنا براه. هو مين ده؟ سعد مسعود. اللي جابك خبيني عندك يا توحد، احسن حياتي تقولي اخبيك عندي. ده ايه؟ قالوا لك عليا بخبي رجاله عندي كده برضه يا توحد. انت عايز ايه بالظبط؟ القضيه وخسرتها. احنا مش هنتجوز. نتجوز ايه يا راجل؟ انت مجنون يا راجل يا شايب يا عايب. هو انا لما اتجوز ما الاقيش في الدنيا غيرك؟ ولو ما فيش غيرك ما اتجوزكش يا شايب يا عايب انت. اقصى عليك يا توحد. انت هتمشي من هنا والله صوت والم عليك الناس. امشي. قولي يا ليلة القصر، أنا اللي غلطان من الأول إني أعرف واحدة زيها. بيت سعد مسعود؟ ايوه يا باشا، بيت سعد مسعود، وانا عزوز سعد مسعود يا باشا. وفين هو سعد مسعود؟ مش موجود يا باشا. طيب ممكن نفتش البيت؟ تفتش البيت؟ تفتش البيت يا باشا، اتفضل فتش البيت يا باشا. اتفضل يا باشا. يا ساتر يما. ها؟ في ايه؟ ما تخافيش يا ما، لا ما تخافيش، مفيش حاجة. في ايه ساعة البيت؟ لا الظابط جاي بس عليك. فين ساعة البيت؟ اتفضل يا باشا. يا رب استر يا رب. اتأكدت يا باشا إنه مش موجود؟ طيب لما يجي أبوك تخليه يجي لنا الاسم على طول.
انا يا باشا هجيبه لك على الاسم على طول يا باشا. اهلا وسهلا. اتفضل يا سعاده الباشا. اتفضل يا باشا. هو يا مرسى. اتفضل يا باشا. اتفضل. يا رب استر يا رب. ايوه يا فندم، للاسف ما لقيناهوش موجود. حاضر يا فندم. حاضر. البيت اتحط تحت المراقبه. حاضر يا فندم. مع السلامه. امه الحق يا امه. في ايه؟ العيال قالوا لي ان في اتنين مخبرين خدوا ابويا على الاسم. يا خبر، وهنعمل ايه؟ نروح له يا امه. يا زينب زينب، حضري العمايه بسرعه يا بنتي. وانا هغير جلابيتي دي. يلا نروح له يا امه بسرعه. يا حبيبي يلا. مش عايز اي حد هنا غير المتهم سعد وبس. الباقي كله يتفضل يخرج بره. ياما ياما يا ماما، قلت لكم ان انتوا بتعملوا ده غلط. ما حد سمع كلامي. بقول مش عايز اي حد هنا. اتفضلوا بره. يلا صراحه اتفضلوا بره. اتفضلوا بره. روح روح ودوروا لي على محامي كويس. شد حيلك شد حيلك. شد على الله. حاضر يلا. اتكل على الله. حاضر. هنفضل قاعدين كده يا ولاد، حاطين ايدينا على خدنا وابوكم في الحجز. امال نعمل ايه بس يا اما؟ وحد قال لنا كده؟ ملوش لزوم الكلام ده دلوقتي يا عزوز. انت مهما كان ابوك ولازم تشد له محامي تحضر معاه النيابه الصبح. والفلوس يا اما هنجيبها منين عشان نسددها للناس؟ ان شاء الله نبيع البيت. انت يا رمضان، انت يا رمضان تروح الصبح للسمسار يشوف لنا بيع على البيت عشان ندفع الفلوس للناس. تبيعوا البيت؟ تبيعوا البيت يعني ايه؟ امال هتعيشوا فين بعد كده؟ مش مهم، ان شاء الله نعمل حتى خيام في الجبل. بس ابو عزوز ما يتحبسي. اصيله والله يا حماتي. ده مهما كان جوزي ابو ولادي، وما اقدرش اسيبه في اللي هو فيه دلوقتي. انا اتفقت مع الاستاذ صبري هيبعت واحد زميلنا يحضر معاه بكره في النيابه ان شاء الله. يا ساعة البيت هنعمل ايه دلوقتي؟ ما تقلقيش يا ام عزوز، هنطلب من النيابه الافراج عنه الحين السداد. الله، وهنسدد منين يا باشا؟ بس ابويا ابويا ابويا. شد حيلك شد حيلك شد حيلك شد حيلك يابا. سامحيني يا ام عزوز، انا غلطت في حقك. انا ما استاهلش اعذبكم عشان صح. ما تقولش كده يا ام عزوز، ربنا معاك ربنا معاك يابا. شد حيلك يا عمي. شد حيلك شد وتقول شد وتقول شد حيلك. انت اللي مضيت كل الكمالات دي يا سعد؟ ايوه يا سعادة الباشا. ومضيتها على اساس ايه؟ على اساس كنت رافع قضية تعويض وهكسبها. وهتقدر تسدد المبالغ دي يا سعد؟ يا فندم انا بطلب مهلة للسداد. يا سعد انا هديك مهلة شهرين عشان تسدد اللي عليك، وبلاش حكاية الكمالات دي تاني. يفرج على المتهم بكفالة قدرها 1000 جنيه. ايوه سعادة البيت. افراج بكفالة 1000 جنيه. 1000 جنيه؟ ايه؟ 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 1000 جنيه؟ 1000 جنيه؟ خد يا رمضان، خد بيها ده عشان تدفع الكفالة دي. راجل ايه بس يا حماتي، مفيش رجالة ولا ايه؟ الحل من بعض يا رمضان. وانت يا ابني، وانت يا ابني راح ابيع عفش البيت. حاضر هبيع عفش البيت. خلاص يا عزوز، خلاص يا حماتي، مفيش بيع عفش. انا هسدد الكفالة. ربنا يخليك خلينا البلد فيك يا رب. ايه يا جماعة، ايه اللي حصل؟ شفت يا زينب اللي حصل لساعتك؟ شفت اللي حصل؟